وحيث أن المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن المتهم صدام حسين قدم طلبا إلى هذه المحكمة تضمن جملة مطالب يخرج البعض منها عن اختصاص هذه المحكمة، والأخرى تم الإجابة عنها من قبل المحكمة في الجلسات السابقة. وهناك طلبات منه مخالفة لنص القانون، أبين الأسف لاغتيال وكيل هيئة الدفاع المحامي خميس حميد العبيدي، وإذ أعلن الأسف العميق لاغتياله أؤكد بأن المحكمة تدين بالشدة كل تعرض لحياة المحامين أو العاملين في المحكمة. هيئة الادعاء العام المحترمين، مطالعة وكيل الدفاع عن المتهم لم يرتكبه، ووفقا لما ذكره السيد القاضي بالتورط بالاعتقالات المذكورة في هذا الدليل، بينما كان للشهود لم يتمكن الدفاع من الحصول على معلومات مستند من المفترض أن يكون مكتوبا من علي دايح يوم 8 تموز 82. إن في النفس لحسرة وفي القلب لألم أن أرى نفسي اليوم متهما أمام محكمتكم الموقرة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأنا ذلك الإنسان المربي الذي يعي ويعرف معنى الإنسانية بكل أبعادها. من أنا سيد القاضي لأحاكم اليوم باعتباري ركنا من أركان النظام وأتمثل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأعتقد أن منظمي التقرير فاتتهم الحقائق وهم في غفرة رغبتهم في الإيقاع بي، وتناسوا استحالة كتابة هكذا تقرير وبالاسم الصريح، وإنها لكبوة للمزورين أيا كانوا. صيح المتهم محمد عزاوي. أنا صديق عبد الله الرويد من ناس المعيدين.